مساء الخير وأهلا وسهلا بيكو في الحلقة التانية من كلام كبار. ما ينفعش تكون مصري وانت ما تعرفش أسرار بلدك، وانت ما تعرفش أسرار الفراعنة اللي بيجوا من كل العالم سياح أشكال وألوان علشان بس يشوفوا ويعرفوا أسرارهم. ودي هيكون معانا أو هيكون معانا في الفقرة الأولى زميلي دوحة وديانا علشان يكلمونا أكتر عن الموضوع ده. أما بقى للفقرة التانية اللي هيكون برضو زمايلي منار ودميانة هيكلمونا في موضوع مهم جدا. ما ينفعش ان انت تتصرف اي تصرف لمجرد ان انت شايفه عادي، وما ينفعش ان انت تصاحب اي حد لمجرد ان الصحوبية عادي والافعال عادي، علشان ما ترجعش تندم ندم مش عادي وتلاقي نفسك محطوط في موقف غير عادي. وهو ده اللي احنا هنعرفه في الفقرة التانية. خلونا بسرعة نطلع فاصل ونرجع علشان نبدأ الفقرة الأولى مع ضحى وديانا علشان نعرف أسرار الفراعنة. أهلا بيكم في حلقة جديدة من كلام كبار. كيمت، دشرت، إيجوبيس، بنتاوي، كل دي أسماء أطلقها القدماء المصريين على مصر. مصر اللي ابن خلدون وصف عاصمتها بأنها كيان العالم وحاضرة الدنيا. مصر اللي الأديب العالمي نجيب محفوظ قال عنها إن هي مش دولة تاريخية، مصر جاءت أولا ثم جاء التاريخ. مصر مهد الأديان وأرض النيل وملتقى الحضارات. قام على أرضها العديد من الحضارات، الحضارة الرومانية والبيزنطية والقبطية والإسلامية، وأولهم وقبلهم الحضارة الفرعونية. الحضارة الفرعونية هي الماضي والحاضر والمستقبل. مساء الخير عليك يا ديانا، ومساء الخير عليك وأحلى مشاهدين في الدنيا. زي ما قالت ديانا بالظبط، حضارة مصر هي الماضي والحاضر والمستقبل، ومن هنا نقدر نقول لكم إن حضارة مصر مهما تكلمنا عنها مش هتخلص، ومش هنعرف نكتشف كل أسرار مصر. احنا معانا النهارده خبير الاثريين دكتور مجدي شاكر. اهلا بحضرتك. اهلا بيك. انا مبروك الاول طبعا على البرنامج، وزي بيقولوا كده باللغه المصريه بتاعتنا عيني برد عليكم. فالف مبروك. وطبعا انتوا كلمه عيني برد عليكم دي، انتوا بتتكلموا رد على الاسرار. تعرفوا ان كلمه عيني دي اصلا او عيني برده دي من جدكم قوي. انا زعلان منك اني قلت حضاره فرعونيه. ما تقوليش ابدا حضاره فرعونيه، قولي حضاره مصريه قديمه. طبعًا. لان من صنع هذه الحضاره هو الانسان المصري. طبعًا. زي بالظبط القصر اللي موجود فيه مصور وفي منتج وفي مخرج. ما اقدرش اقول البرنامج بتاع المخرج او بتاعكم، لكن هو ايه زي بيقولوا تيم ورك. فبرضه بنقول ان الحضاره المصريه القديمه لان من صنع هذه الحضاره الانسان المصري. نرجع تاني لموضوع العين. دي عين حورس على فكره، العين اللي دايما نقولها والحسد و هي عين حورس. حورس دي مين؟ حورس دي ابن اوزوريس، لانه كان حصل صراع ما بينه وبين عمه، اول اسطوره في التاريخ، بينه وبين عمه ست، فقلع له عينه. فجاء احد الالهه رجع له العين تاني اسمه تحت. فلذلك لما تروح عند الدكتور دايما في الروشته بتاعت الدكتور تلاقي على ايدك اليسار عين. بالظبط. دي موجوده في كل الروشتات في العالم، يعني أيوة. كل الاطباء في العالم. ما حد سال نفسه اشمعنى لما تروح لاي دكتور تلاقي عين؟ دي عين حورس. ليه؟ لان الدكتور كده بوجود هذه العين حورس بيتعهد ليكي ان هو هيشفيك. اللي بيكتبه ده اللي هو بيشفيك. دايما تلاقي اي روشته الاسم وبعدين التليفون وبعدين على اليسار تلاقي اللي هو العين حورس اللي هي عين جدك. فكل جدودك او كل العالم اللي بيعمل عين، عين حورس اللي هي عين الحسد اللي هي بتمنع الشر عن كل ايه، عن كل الناس، لان حورس ده رمز للخير ضد عمه اللي هو ايه، اللي هو ست. فدي احد اهم بدايه اسرارنا يعني. عشان كده انا عارفه طبعا ان الحلقه دي هتكون قويه جدا، فعايزين ندخل مع حضرتك على طول في الاسئله بتاعتنا. يعني عندي شغف اعرف لما بندخل اي مقبره جديده تم اكتشافها، هل في دلاله اول ما بنشوفها بنعرف ان المقبره دي بتاعه ملك او بتاعه شخص عادي؟ والرسومات اللي بتبقى ملونه وفي رسومات غير ملونه، هل اللون ليه دلاله لحاجه، ولا هم في الاول ما كانوش بيلونوا واكتشفوا الالوان فبقى التطور يعني؟ اقول لحضرتك، انت عند حضرتك بلد مش موجود زيها في الدنيا. الحضاره المصريه القديمه هي حضاره ليست موجوده في الدنيا كلها. يكفي ان مصر هي الدوله الوحيده اللي لها علم بيدرس باسمها، اسمه علم مصرولوجي او ايجيبتولوجي. لو حضرتك رحت اي جامعه في العالم تقول لهم انا عايز قسم المصرولوجي والايجيبتولوجي، فاحنا مصر 26 جامعه على مستوى العالم. وبالتالي الاثار المصريه هي سر الوجود. يعني حضرتك اذا قلت الهرم فهي مصر، اذا قلت ابو الهول هو مصر، اذا قلت النيل يا مصر. فانت كلمه مقبره الناس بتعتقد مقبره شيء كئيب، بقول لهم ابدا والله. المقابر في مصر القديمه لو دخلت المقبره تجدي الوان والوان مبهجه.
يعني حضرتك انت لو بيضت الشقه بتاعتك بعد سنه وبعد اتنين بتلاقي الوانها قلت، بتطفي. مقبره بالزبط. جدك او جدتك منذ الاف السنين ما زالت الالوان محافظه عليه لانها الوانهم نو كيميكال، يعني الوان طبيعيه بياخدوها من البيئه. واحد يقول لي ازاي؟ هقول لحضرتك روحي زوري منطقه اسمها دير المدينه في الغرب، بر الغرب في الاقصر، في وادي هناك اسمه وادي الالوان. هتخشي جبل تشوفي يعني الجبل كده فيه صخور حمراء وصخور صفراء وصخور ملونه، هم كانوا بياخدوا الصخور دي ويطحنوها ويدهنوا بيها، وكان عندهم مثبتات طبيعيه، يعني الماده اللي هي بيثبتوا بيها كانت مواد طبيعيه زي زلال البيض زي السمغ، حاجات برضو ليست كيميائيه. لذلك لما تخش المقبره في ناس بتخش يا جماعه انتوا بيضتوها من اول جديد، يا جماعه ابدا والله الالوان زي ما هي، الالوان محافظه على نفسها. تاني حاجه ان المصري القديم كان بيعتبر ان المقبره دي هي بيته، يعني تخيلي لو هو قاعد عايش 100 سنه يهتم يعمل له مقبره، لان دي بيسموها بيت الاخره. المصري الابديه بقى الحياه الابديه، سكر كل حياته لاخرته زي لغايه دلوقتي يقول لك ايه اعمل لايه اعمل لاخرتك لاخرتك. فبرضه كان جدكم بقى كان كل الخيرات اللي بيجنيها في الدنيا بيحطها في الاخره، حتى اذا ما كانش عنده خير في الدنيا فبيحاول يحصل عليه في الاخره. لذلك لما تخش المقبره تجدي مناظر بيسموها كده في العلم الغربي الديلي لايف، يعني مناظر حاله يوميه، تجدي مناظر موسيقى ورقص واكل جوه المقبره. اي أيوة والله ليه؟ لان المصري كان بيرى في مصر الجنه، تخيلوا يعني مصر المصري كان بيرى ان المصري هي عباره عن الجنه، فهو عايز ينقل صوره من اللي كان عايشها ينقلها فين؟ في الاخره، في الاخره. لدرجه لما كان يبقى عامل مقبره مثلا هو وجاره راعه مثلا وحورس جنب بعض، فهو في الاخره برضه عايز زي ما كان عايش معاه في الدنيا يخلي مقبرته جنبه فيه في الاخره، نفس الموضوع. لذلك احنا دلوقتي في مصر عندنا حاجه غريبه جدا، المصري لو سافر بره 30 سنه اول ما يموت يقول لك رجعوني فين؟ انا عايز ادفن فين؟ في بلدي. يا عم انت عايش بره ما تخليك بره، يقول لك لا عايز ايه. هي جدك زمان قوي كان مؤمن بهذه المقوله وكان بيحب يدفن في تراب ايه، تراب. ليه؟ لانه المصر القديم كان يرى ان مصر يا ايه ارض الجنه، واذا اتدفن في اي بلد تانية غير مصر مش هيخش الايه الجنه، فهو مقبرته عايز يجعلها فين؟ في مصر. لذلك لما تلاقي واحد دلوقتي ماشي انا عايش بره مليونير يقول لك عايز ادفن، يا عم ليه؟ لان يفتكر الجينات اللي هي بتاعي جد. زي جمالكم كده، انا دايما اقول يعني انت المكياج بتاعك انت بقالك قد ايه تعملي مكياج؟ فتره. جدتك بقى منذ الاف السنين كان مهتم جدا بفكره المكياج والجمال دي قوي قوي. المراه المصريه كانت بتعمل ثلاث حاجات، بالبشره والشفايف والشعر، ده مهم جدا. اول واحده تخترع فرشه للشفايف للاحمر الشفايف كانت هي، اول واحده تعمل الباروكه تلبس باروكه، والباروكه بتاعتها كانت لها اشكال متخليه، يعني انتوا بتقولوا ديجرادي ومش عارف وبنك وقصير ومجعد، كل ده عند جدتك. اول مره تعرف روحي عند جدتك كده نفرتاري، زوري مقبره نفرتاري في البر الغربي، هتشوف المكياج بتاعها الميك اب بتاعها تحفه، حاجه الاكسسوار بتاعتها تحفه. انتوا دلوقتي فرحانين بالتاتو، جدتك نفرتاري منذ الاف السنين اول واحده عملت التاتو. الحنه كانت بتلون بيها ايديها وشعرها وكانت تلون ايه رجليها، يعني فكره إيه؟ فجدتك منذ الاف السنين اهتمت بالبشره، اولا كان بيستعملوا كل حاجه طبيعيه، يعني عسل النحل، الطمي بتاع النيل، ويمكن دلوقتي بيسموه ماسك الطمي، يعني كانوا بياخدوا الطمي اثناء الفيضان، طبعا انتوا ما لحقتوش الفيضان، كان بيجي طمي احمر، فكانوا يعملوا ماسك من الشمع من العسل النحل من طمي النيل من الغريان ده اللي هو دلوقتي بيكتشفوه ويقول لك طمي المغربي او لا، احنا كان عندنا طمي مصري. وبالتالي كانوا مهتمين جدا بفكره المكياج وفكره الجمال وفكره اللبس. جدتك كانت بتلبس قط والله يا فندم، وكانت عندها ملابس شفافه وتلبس فستان فوق فستان، وما كانش حد بيعاكسها، جدك مش ممكن كان يعاكس. تخيل المره الوحيده اللي حصلت فيها معاكسه كان في عهد رمسيس الثالث، والملك لما سمع ان في معاكسه واللي كان عاكس المصريه كان طلع اجنبي مش مصري، فتخيل عمل ايه؟ امر بفتح حدائق قصوره علشان الست المصريه لو عايزه تتفسح تروح فين؟ جوه حديقه قصر الملك. اعتقد يا دكتور حضرتك مهتم بالجزئيه دي جداً. وكمان ضحى كانت سامعه لحضرتك حاجه بخصوص برضو المراه تقريبا. كان عندها حريه جميله جدا بالظبط. هو كان في حوار لحضرتك كنت بتتكلم ان المصريين القدماء كانوا بيستخدموا العطور جزء من الدين. طبعاً. طبعا ازاي كانوا بيستخدموه؟ كان ايه اعتقادهم باستخدام العطور في الدين؟ جدتك كانت مؤمنه بان العطر شيء مهم، لدرجه ان حتشبسوت اللي هي الملكه الجميله دي كانت جوه حديقه قصرها بتزرع بتصنعها بنفسها بايديها، يعني تصنع العطور. وتخيل ان بعتت واحد كان حبيبها قوي اسمه سموت، حدثت قصه حب اتمنى احد كتاب السيناريو يعملها فيلم، هي قصه اشكال سموت، حبته لدرجه الواحد ادته 80 لقب اللي هو عمل لها المعبد بتاعها معبد الدير البحري. فمن كتر حبها فيه ادته بناتها اللي هي ما كانش ولاده عشان تربيهم. فهذه السيده الجميله كانت مهتمه جدا بفكره الايه الريحه الحلوه. تخيل ان بعتت سموت دي قعد 6 شهور عشان يروح اثيوبيا او الصومال عشان يجيب لها ايه بخور وعطور من هناك، لان العطر المصري كده ما كانش عاجبها قوي. ففكره العطور لا، لدرجه ان هم توصلوا ان هم العطور
احنا دلوقتي كل العطور بتاعتنا سائله، كان عندهم عطور مجمده يعني صلبه، وكانت الساده المصريه تحطها فوق راسها فمع الحراره بتاعه الجسم يبدا يسيل على كل ايه، على كل جسمه. كلامنا يا دكتور في الجزئيه دي هيبقى محتاج يعني حلقات كبيره. لا عندهم مهتمين جدا، العطور عندهم مهمه جدا، لان العطر ده بيعتبروه كده بيسموه هو الذي للاله، لان بيعتقدوا الاله او المعبود بتاعهم لازم يشم عطور ولازم بخور، فكانوا مهتمين بفكره العطور والبخور، فكانت مهمه جدا. واكتر يعني يمكن مصر حتى الان يا فندم تعرف ان عندنا قريه في محافظه الغربيه بتنتج 80% او اكتر من 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 عجينه الياسمين اللي هي بتعتمد عليها ايه فرنسا. فمصر طول عمرها مهتمين بفكره العطور وفكره الزهور، فاحنا لنا تاريخ كبير جدا في هذا المجال. محتاج اسال بقى حضرتك سؤال، مقبره توت عنخ امون اللي تم اكتشافها في وادي الملوك في 1922 على يد الاثري البريطاني كارتر، لو يسمح لنا الفرصه ان احنا نستحضر روح احد الملوك في الفتره دي، هل حضرتك تختار توت عنخ امون ولا شخصيه تانية؟ سريعا بس عشان الوقت. توت اولا هو ما حكمش غير 9 سنوات، وكان صغير وكان عنده مشاكل، وجي بعد اخناتون. هو حصل توت عنخ امون الوحيد هي المقبره الوحيده اللي وجدت كامله للملك. انما لو عايزه شخصيه مهمه تحتمس الثالث، الملك تحتمس الثالث تمكن هذا الرجل ان يجعل امبراطوريه في مصر من تركيا حتى اثيوبيا، يعني تخيل حدودنا، عمل اول امبراطوريه في التاريخ. اتمنى يكون عند رمسيس الثاني اللي هو زوج نفرتاري الجميله اللي عمل اول معاهده سلام في التاريخ. اتمنى حور محب اللي عمل اول دستور لمصر. مصر على فكره وملكات، مصر فيها 6 ملكات حكموها. احنا كده محتاجين العصر يرجع تاني. لا احنا شاكرين يعني لحضرتك والله. الناس دي مصر يوم ما كانت تحكم العالم القديم، كانت تحكم العالم مش تحكمه سياسيا فقط. أيوة. سياسيا واقتصاديا ودينيا كنت انت بتصدر العلم والثقافه للدنيا كلها. كانت مصر ياتي لها العلماء من كل الدنيا، ياتي لها المهندسين، كانت رائده في الفلك والهندسه والطب. مصر يكفي ان فيها العجيبه الوحيده من عجائب الدنيا السبع وهي الهرم يا فندم. كل العجائب انتهت. احنا محتاجين حلقات وحلقات عشان نقدر ناخد من علم حضرتك ونفيد جمهورنا كله. انا يعني بتمنى بس البلد دي مهمه وعظيمه جدا، حبوا هذه البلد لان البلد دي تستاهل ان احنا نحبها، والعالم كله بيتمنى يكون عندنا ربع اثارها. احنا عندنا شيء مهم جدا فتح يا مصر. حقيقي بجد الحضاره دي هي كنز لكل امه، هي اللي بيستند اليها الماضي لحاضر احسن ومستقبل افضل بكتير. مهما كل مصري عاش هيبقى فخور جدا وبيعتز ان هو من مصر. طبعا مهما اتكلمنا عن حضاره مصر القديمه احنا مش هنكفي، وهنفضل نكتشف كتير جدا من اسرار الحضاره المصريه القديمه. بنشكر الدكتور مجدي شاكر، بجد حضرتك نورتنا، وشكرا لكم مشاهدينا الكرام، وان شاء الله نشوفكم في الفقره الثانيه. استنونا بعد الفاصل. السلام. مساء الخير مشاهدينا، ورجعنا لكم تاني في فقرة جديدة من برنامجنا كلام كبار. النهاردة هنتكلم في حاجة جديدة خالص، نتكلم عن التفكير الغلط اللي بيبقى في مجتمعنا وبيصبح عادي. يعني ايه عادي؟ يعني الانسان اللي تفكيره سليم بيبقى سلوكه سليم، والانسان اللي بيبقى تفكيره مشوه بيبقى سلوكه مشوه. بس للأسف دلوقتي الانسان لما بيكرر التصرف كذا مرة بالنسبة له بيبقى عادي. ما ينفعش يبقى عادي، لان في اوقات حاجات تصرفات بتختلف معانا في عاداتنا وتقاليدنا، بس عشان الناس شايفينها دلوقتي صح ومفيش مشكله بقي بالنسبه لنا عادي. مساء الخير عليك يا منار، ومساء الخير على كل مشاهدينا. للاسف يعني بالرغم من ان الموضوع ده مهم جدا الا انه موضوع شائك شويه. في موضوعنا النهارده هنكون بنتكلم عن فكره عادي وازاي الناس بقت بتستخدمها في كل حاجه في حياتها. يعني مثلا نلاقي شخص دخل مجال معين او في شغله في حاجات كتيرة بتحصل حواليه غلط، فيقول لنا عادي، ما هو كل الناس بتعمل كده، أنا بس اللي هبقى صح. وبقت المشكلة إنه في رغم إنه الصح هو الصح، بقت الناس بتمشي بالغلط على أساس إنه الصح، وبقى الصح حاجة غريبة ومنتقدة. مش بس كده، الناس دلوقتي بقت شايفة تكرار التصرف وإنه عادي جدا في مجتمعنا، إن أنا عشان فلان بيعمل حاجة غلط، فلان بيرتشي، فلان بيغلط بألفاظ خارجة، إن أنا عادي إن أنا أقول حاجة زي كده، مع إن ده مش في مجتمعنا ولا في تربيتنا ولا في أخلاقنا. إحنا تعودنا على إن الإنسان يمشي على تربيته ويمشي على المجتمع والعادات اللي هو ونحافظ عليها ونستمر فيها. لكن الموضوع لو ما بقاش ليه عادات وتقاليد نرجع لها، للأسف ما بينفعش تتعامل بيها على اساس ان ده عادي، ده مش عادي. وناسيين حاجه مهمه قوي، انه السمك الميت هو اللي بيمشي مع التيار، لكن السمك الحي واللي فيه روح عمره ما كان بيمشي مع التيار، بالعكس دايما بيعافر لحد ما بيروح للطريق اللي هو عايزه. فما ينفعش عشان انت في مكان
كل الناس اللي حواليك بيعملوا حاجة غلط تكمل في الغلط ده وتقول ما هو كل الناس بتعمل كده، وما ينفعش عشان كل اللي حواليك بيقولوا كلام معين أو بيتصرفوا تصرفات معينة تمشي بيها وخلاص. انت لازم يكون ليك رأي، لازم تكون بتفكر وبتمشي بالتقاليد والمبادئ اللي انت كنت ماشي بيها. ما ينفعش تقلد لمجرد التقليد ولمجرد انك تشبه القطيع وخلاص، لازم يكون ليك رأيك ولازم يكون ليك فكرك المختلف عنهم كلهم. ودي حقيقة فعلا، لان احنا كمان في قصة حصلت تاريخية في ايام الانجليز. كان دخلت الانجليز عندنا في مصر، وللأسف كانت الدولة البلد اللي هم دخلوا عليها كانت الرجالة وقتها في الحرب، واعتدوا وقتها على اغلب الستات بتاعة المدينة، لكن ست واحدة بس هي اللي معرفوش يقدروا يوصلوا معاهم للجريمة دي. لما رجعت الرجالة قتلوا الست دي علشان ما ينفعش تبقى هي الوحيدة اللي ما حصلش معاها الفحشاء دي. ليه؟ مع انها هي الصح، ما ينفعش ان الغلط هو اللي نخليه صح. ما تقلبش الآية، خليك دايما صح. يعني في تشبيه كده دايما بحب اشبهه، دايما بقول خليك فيشة مش ريشة. الفيشة دايما بتبقى ثابتة في مكانها مهما حصل ومهما جت ظروف ومهما جه هوا حواليها، هي لسه ثابتة في مكانها. لكن الريشة سهلة قوي انها تتحرك يمين وشمال، اقل شوية هوا بيحركوها. فالافضل بالنسبة لك انك تبقى فيشة ثابتة في مكانك ولا اي حاجة تحركك. فخليك دايما فيشة مش ريشة، خليك دايما ثابت على مبادئك وثابت على مواقفك مهما كان اللي حواليك هم مختلفين عنك قد ايه. مش مهم، يمكن هم غلط، كون ان كل اللي حواليك بيعملوا حاجة معينة ده مش معناه انه هو صح. وعمر ما كان كل الناس اللي حواليك انهم بيعملوا شيء معين فده شيء صح، بالعكس يمكن انت الوحيد اللي صح في رغم كل الاخطاء اللي حواليك. ومن الصح ان انت تمشي على الصح وتدور وراه، لكن ما تمشيش ورا الغلط وتقول عشان هو ده الصح. معانا مداخلة من الفنان عمرو رمزي. اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. اهلا بيك. اهلا بيك. الو، حضرتك سامعني؟ سامع حضرتك كويس. اخبار حضرتك ايه؟ الحمد لله والله كله تمام. اهلا بيكم، نورتنا النهارده في حلقتنا. ربنا يخليكم، ميرسي جدا، ربنا يخليكم. منورنا يا استاذ عمرو في حلقتنا النهارده. وكنا بنتكلم قبل مداخله حضرتك عن فكره العادي وعن فكره انه الناس بقت بتشوف كل حاجه حواليها عادي لمجرد بس ان كل الناس بيعملوا كده. كنا حابين نعرف وجهه نظر حضرتك في الموضوع ده. يعني هو الحقيقه كلمه عادي من الكلمات اللي بتنرفزني، يعني لان هي بتخلي الحاجه ملهاش اسم، يعني بتخلي اي تصرف الواحد ما يقيموش كويس. يعني ما نقولش ده صح ده غلط، ما نقولش ده دمه تقيل دمه خفيف، لا بنقول عادي وبنعديها وخلاص، فما فيش حاجه بتتراجع يعني. طب لو حضرتك اتفضل. لو حضرتك اتحطيت في موقف الناس كلها بتقول لك ان ده غلط، الناس كلها عفوا بتقول لك ان ده صح بس انت متاكد ان ده غلط، هل هتسمع رأي الناس وتقول عادي مفيش مشكلة ولا لا هتتمسك برأيك؟ لا لا، بشغل عقلي، لو الحاجة دي تضرني أو تضر أي حد هتبقى غلط 100% على طول. لو هي ما تضرش حد خلاص يبقى صح، هسمع عقلي طبعا، يعني مش هسمع حد، مش بقول عادي قبل ما أفكر، يعني أفكر الأول بس. هي دي الفكرة يعني. طيب بنشكر حضرتك يا أستاذ عمرو على مداخلتك الجميلة، ومبسوطين إن حضرتك كنت موجود معانا النهاردة بمداخلتك. ده شرف لينا يا فندم. نرجع يا منار تاني للنقطه اللي كنا بنتكلم عليها، واكيد انا وانت تعرضنا لكتير لمواقف ان احنا بنكون في موقف معين او مكان معين، كل الناس اللي حوالينا عايزين يعملوا حاجه معينه وكل الناس بتقول اعملوا كده اعملوا كده، بس احنا كنا بنرفض ده وبنقول لا مش ده الصح. تمام، بس هو طبعا للاسف في اخر حلقتنا احنا لازم نقول في حاجه مهمه جدا انا نفسي مقتنع بيها، الا تكن اما ان احسنوا الناس احسنت وإن أساءوا الناس أسأت، بل كن أنت. في النهاية حابين أقول لكم خليكم ثابتين على موقفكم مهما كان اللي حواليكم هما غلط هما صح، طول ما أنت مقتنع باللي أنت بتعمله كمل فيه وأعمل كل اللي أنت عايزه بدون ما ترجع لكل رأيهم. في النهاية في جملة كده دايما بحب أقولها، حتى لو العالم كله ضدك خليك أنت ضد العالم طول ما أنت صح. استنونا الحلقة الجاية من برنامجكم كلام كبار.